بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم هذه القصيدة تقديرا واحتراما لقرابتنا الأستاذ هاشم الخالدي على وقفته المشرفة خلال أيام قدومنا للأردن. بسم الله الرحمن الرحيم. بديت بسم الله رافع سما الكون، الخالق الباري رب العبادي، وأنا الحكم الله راضي وممنون، أصبر على حكمه وش ما صار عادي. نزحنا من حمص عن حاكم مجنون، للديرة اللي فيها ما طاج دادي، الديرة فلاح عطين عنده تحولون. أنا أشهد إنه من رجال جوادي، عندي وعند الناس الطيبه يعرفون، ومن دور جده زايد الطيب زادي، وعارف أبو فارس بالطيب مبخون، وفي موقفه الشريف زاد اجتهادي، الشيوخ والحكام عليه يلفون، وليان خيته جاء قبل نتنادي، ومحمد سليم كنه السيف مسنون، الصيرمي الحر طير الهدادي، ليا شلع من ماكره له يحسبون، ابن صليهم عنده الطيب عادي، وموفق نهار الطيبه يعدون، ابن شويمي كنه الذيب عادي، وانا العوض رداد صرت مديون، ابن الغبايا ما عليه ازديادي، عز الله الهاشم صرت ممنون، والموقع سرايا صار كل اعتمادي، حرر في سرايا وطلب لنا العون، الخالدية الشهمك عامل معادي، وعماد اللواحم لها الناس يدعون، ريف الربعة بالسنين اجدادي، اقولها للناس والناس يوحون، عز الله انه كثر علينا الامدادي، هذا وكل ما كتبته من فنون، مقصر بحكم كلكم اجوادي، الله يحميكم من كل مفتون، ويثبتكم في دير ابو حسين من كل عادي، وختامها على النبي تصلون، صلى الله عليه رب العباد.